سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ إليكم اليوم أشهر 8 حالات غش في الألعاب الأولمبية. ولدت هذه الرياضية في الرابع من شهر نوفمبر من عام 1957 في بروكلين، ومع ذلك فقد مثلت دولة بورتوريكو. شاركت في الألعاب الأولمبية عدة مرات، وكان أكبر رقم لها في القفز الطويل هو 6.96 أمتار في 24 من شهر يوليو 1988 في المكسيك. وفي أمريكا عام 1987 احتلت الرياضية المركز الخامس. يمكن القول إن مادلين لم تحصل على شهرتها بفضل إنجازاتها الرياضية. لابد أنكم خمنتم السبب الحقيقي لهذه الشهرة. في دورة الألعاب الأولمبية عام 1984 أصيبت الرياضية في الجولة الأولى من رياضة القفز الطويل. كانت إصابتها خطيرة ومنعتها من المشاركة في بقية المسابقات، لكنها لم تستسلم لذلك وحاولت تنفيذ خطة ماكرة. استعانت مادلين بأختها التوأم. هذه القصة يمكن أن تحدث في الأفلام فقط، لكنها حدثت في الواقع. مارغريتا تشبه أختها مادلين تماماً، وهي رياضية سابقة. لم يلاحظ أحد ذلك، لكن مدرب الفريق لاحظ أن هذه الفتاة ليست هي الفتاة التي كان يدربها. أصيب المدرب بالدهشة وقام بطردها مباشرة بعد اكتشافه لهذا الاحتيال. كان قرار المدرب صائباً، لو اكتشفت اللجنة الأولمبية ذلك فسوف يتم طرد البعثة كاملة من المسابقة. فريق شرطة ليفربول. تتغير قواعد الألعاب الأولمبية مع مرور الوقت، تظهر بعض الرياضات وتختفي أخرى. شد الحبل مثلاً هي رياضة تم إجراؤها ضمن الألعاب الأولمبية سنة 1900 و1904 و1908 و1912 و1920، لعبة شاركت فيها مجموعة من اللاعبين، حيث تمكن كل بلد من المشاركة بأكثر من فريق واحد، مما يزيد فرصة كل دولة في الفوز بميدالية أكثر. البعض يعتقد أن شد الحبل ليس رياضة على الإطلاق، لكن دعونا من ذلك. في الألعاب الأولمبية عام 1908 فاز فريق شرطة ليفربول بالميدالية الفضية أمام فريق شرطة لندن، وحصل هذا الفريق على العديد من الجوائز، لكن الأمر لم يكن بتلك البساطة. قال أحد أعضاء فريق شرطة لندن إن أعضاء فريق شرطة ليفربول كانوا يرتدون أحذية ثقيلة للغاية، لدرجة أنهم لم يستطيعوا رفع أرجلهم عن الأرض، وهو ما ساعدهم على الفوز. تقدم فريق لندن باحتجاج، لكن تم رفضه لأن القواعد في تلك الدورة لم تشمل أي نص يتحدث عن نوع الأحذية المستخدمة. كما أن فريقاً من أمريكا شارك لاعبوه حفاة ولم يتم منعهم من ذلك. عموماً رغم أن ما فعله فريق شرطة ليفربول هو نوع من الغش، لكن ذلك لم يساعدهم على الفوز بالميدالية الذهبية. منتخب تونس في رياضة الخماسي الحديث. عانى العديد من الرياضيين عبر التاريخ من الفشل في تخصصاتهم، لكن ما حدث مع فريق الخماسي الحديث التونسي عام 1960 أمر مؤسف. يتضمن الخماسي الحديث لعبة القفز على الحواجز والسباحة والمبارزة والرماية والفروسية. يجب أن تكون محترفاً حقيقياً لتحقق النصر في مختلف هذه الرياضات. ما حدث مع الفريق التونسي خالف كل التوقعات. في الفروسية سقط المتسابق من فوق الحصان، أما في السباحة فقد كاد السباح التونسي أن يغرق. في لعبة الرماية أيضاً لم يكن الفريق محظوظاً ولم يصب أي هدف. الأمر الأسوأ حصل في لعبة المبارزة، حيث ظن أعضاء الفريق أنه بإمكانهم تبادل الأدوار بين مختلف الجولات، بما أن اللاعب مقنع ولا يمكن للجنة التحكيم رؤية وجهه. لكن الحكام اكتشفوا هذه الخدعة. في النهاية لم يحصل الفريق على أي جائزة، لكنهم سجلوا أنفسهم في صفحات التاريخ على كل حال. كارل ترانز. يعتبر هذا الرياضي من أفضل المتزلجين في الفترة ما بين 1960 و1970. البعض يعتبره الأفضل على مر العصور. على الرغم من مهارته الفائقة، إلا أنه كان سيء الحظ خاصة في الألعاب الأولمبية. في مسيرته كاملة اقترب من الفوز بالميدالية الذهبية مرة واحدة فقط عام 1964، لكنه لم يفز بها وحصل على الميدالية الفضية. شارك الرياضي في البطولة وهو مصاب بالزكام. يمكنكم تخيل مدى الطموح الذي كان لديه، حيث إن المرض لم يمنعه من المشاركة. كانت رغبته في الفوز قوية لدرجة أنه حاول الغش. شارك الرياضي في 3 منافسات مختلفة، وذلك أثناء مشاركته عام 1968 في أولمبياد غرونوبل في فرنسا. في المنافسة الأولى والثانية تفوق عليه منافسه جان كلود كيلي، لكن في السباق الثالث حصل أمر غريب. كان هناك ضباب كثيف يحجب الرؤية،
قال المتسابق إنه صادف رجلاً غريباً على مضمار السباق، ويمكن أن يكون واحداً من المعجبين، وقد أعاقه عن مواصلة السباق. أعطته اللجنة فرصة ثانية لإعادة السباق، لسوء حظه في المحاولة الثانية انحرف عن مضمار السباق، وتم إقصاؤه، ثم ذهبت الجائزة مرة أخرى إلى جان كلود كيلي. سبيريدون بيلوك. كانت الألعاب الأولمبية في السابق جزءاً من طقوس العبادة اليونانية، وعلى الرغم من إحياء هذه المنافسة الرياضية من طرف الفرنسي بيير دو كوبرتان، إلا أن اليونان هي مهد هذه الدورة الرياضية. لكن ماذا عن الرياضيين اليونانيين؟ هل تاريخ اليونان العريق يمنعهم من الغش؟ شارك بيلوك في الألعاب الأولمبية في دورتها الأولى عام 1896 في أثينا، حيث أصبحت هذه الدورة الرياضية تقليداً منذ ذلك الوقت. في سباق الماراثون الأولمبي كان هناك 17 متنافساً، احتل بيلوك المركز الثالث، وهي نتيجة رائعة على كل حال. لكن بعد نهاية السباق اكتشف الجميع أنه قد غش. اتضح أن المتسابق قد قطع مرحلة كبيرة من السباق على متن عربة يجرها حصان، ثم نزل بالقرب من خط النهاية ليحتل المركز الثالث. هذا يعني أن الغش في الأولمبياد قد بدأ من الدورة الأولى. تم استبعاد بيلوك وحل في المركز الثالث متسابق يدعى ديولا كيلر، والذي وصل رابعاً إلى خط النهاية. هانز جوهان لينيرفال. يمكنكم اليوم أن تسمعوا الكثير من الأخبار المتعلقة باستخدام المنشطات في الألعاب الرياضية. هذه الفضائح كثيرة لليوم، لكن متى بدأ ذلك أول مرة؟ لابد أن شخصاً ما كان أول من جرب ذلك، ونحن نعرف من هو. شارك هذا الرياضي السويدي في 3 دورات أولمبية في عام 1964 و1968 و1972. في عام 68 حصل الفريق السويدي على الميدالية البرونزية في منافسات الفرق، لكنها سحبت منهم بعد ذلك بسبب هذا الرجل. السبب وراء ذلك أنه في عام 68 بدأت اللجنة المنظمة للأولمبياد الاعتماد على اختبارات فحص المنشطات لأول مرة في التاريخ، والرياضي السويدي سقط في الاختبار. لكن الأمر في ذلك الوقت لم يكن يتعلق بالمنشطات بل بالمواد الكحولية. اعترف الرياضي بعد ذلك أنه قد شرب كأسين كاملين من الخمر قبل المشاركة في مسابقة الرماية. كان قراره غبياً، خاصة بما أن المسابقة خطيرة وتتعلق بحمل السلاح. ترى كيف كان موقف السويدي أمام اللجنة الأولمبية؟ لقد تم سحب الميدالية من الفريق لأن أحد المتنافسين كان في حالة ثمالة. كيان أوكونور. هذه الحالة هي الأكثر غربة في حلقتنا اليوم. لماذا؟ لأن المتسابق لم يغش بنفسه، لكن حصانه فعل. شارك كيان في منافستين أولمبيتين وبطولتين عالميتين و6 بطولات أوروبية. في عام 2004 في أثينا فاز بالميدالية الذهبية في الفروسية، لكن سرعان ما تم إلغاء ذلك بسبب فحوصات المنشطات. تم العثور على مواد محظورة في دماء الحصان الذي ركبه أثناء المنافسة. أكد كيان أنه كان يطعم حصانه بنفسه منذ فترة طويلة، وأنه قد عرضه على بيطري مختص قبل المشاركة في المسابقة، وأكد له أن الحصان سليم ولم يتناول أي مواد محظورة. كما ذكر أن الحصان كان يتناول تلك المنشطات منذ فترة طويلة لأسباب صحية وقد زال مفعولها. لكن الاتحاد الدولي للعبة لم يقتنع بذلك. تم سحب الميدالية الذهبية من كيان، وتم حرمانه من المشاركة في أي منافسة لمدة 3 أشهر. وأخيراً نيرون. لدينا هنا غشاش على نطاق إمبراطوري، نحن نقصد ذلك بكل معنى الكلمة، حيث اشتهر الإمبراطور الروماني نيرون بقسوته. كان طاغية، لكنه كان ملعاً بالفن والرياضة. درس الموسيقى والرسم والشعر والنحت، وقد تفانى في تعلم العديد من الفنون لدرجة فاقت التوقعات. شارك الإمبراطور في الألعاب الأولمبية في السنة 67 للميلاد. قام برشوة كافة المنظمين حتى يتمكن من المشاركة، وقام بإضافة الفنون إلى المسابقات الرياضية. فاز في كافة التخصصات التي شارك بها، وتم إعلانه فائزاً في سباق العربات رغم أنه سقط من عربته أثناء السباق. قال الحكام إن الإمبراطور إن نهض ووصل السباق فسيكون هو الفائز. بعد مرور عام على وفاته تم حذفه من قائمة الفائزين. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟